ثم نقوم بالمزج، نقوم بمزجه مع الماء. مباشرة سيتحول إلى الجل، مباشرة سيتحول إلى الجل زي ما أنتم شايفين، أصبح ثقيل. ونتركه حتى نقوم بتحضير باقي المواد، ثم نعود له بي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأسعد الله جميع أوقاتكم بالمسرات وبما يرضي رب العالمين. يوم إن شاء الله، وكما وعدناكم في درس من الدروس الجميلة جدا والبعيدة عن مجال البخور، هذا الدرس يجمع لنا بين الخمرية والترطيب والتغذية للبشرة، وممكن إن نضيف لبعض المكونات التي تساعد على تفتيح البشرة. نبدأ على بركة الله تعالى. عندنا الماء المقطر، ماء مقطر. عندنا الجليسرين، وعندنا المستحلب اللي هو توين 20، وعندنا فيتامين A، وعندنا الاي بي ام اللي هو ايزوبروبي ميرستات، وعندنا الزيت العطري، وصمغ الزعتر، صمغ الزعتر طبعا بالاضافة الى الالوان، وهذا شيء اختياري. نبدأ على بركة الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، شغل الميزان ونقيس الماء المقطر. راح ناخذ 70 جرام من الماء المقطر، 70 جرام من الماء المقطر. احرصوا على تعقيم المكان والأدوات. بسم الله، ناخذ 70 جرام من الماء المقطر، 40 50 60 و70 جرام من الماء المقطر. نضيف لها الآن صمغ الزعتر. احرصوا انكم، وانتبهوا لهذه النقطة، ما تضيفوا كمية كبيرة. انا كتبت لكم نصف جرام فقط من صمغ الزعتر، او اقل من النصف. بسم الله الرحمن الرحيم، نضعه بهذا الشكل فوق الماء، نضعه مع الماء بهذا الشكل، ما نضعه مرة واحدة، نضعه نفرق بهذا الشكل، ثم نقوم بالمزج، نقوم بمزجه مع الماء. مباشرة سيتحول إلى الجل، مباشرة سيتحول إلى الجل زي ما أنتم شايفين، أصبح ثقيل. ونتركه حتى نقوم بتحضير باقي المواد، ثم نعود له بإذن الله تعالى. نضع جانبا، نقوم الآن بتحضير باقي المواد، نمزجها مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم، نضيف الزيت العطري. بالنسبة للمكونات، الزيت العطري أخذته من أفاميا، من موقع أفاميا. المستحلب أخذته من منارة العود. صمغ الزعتر وباقي المكونات تجدوها عند المتاجر التي توفر مواد التجميل. أضيف 10 جرام من الزيت العطري، لك حرية اختيار الزيت العطري، لك حرية اختيار الزيت العطري. بسم الله الرحمن الرحيم، ناخذ 10 جرام من الزيت العطري. بسم الله، عشرة جرام من الزيت العطري، نعم 10 جرام من الزيت العطري. نضيف له 10 جرام من المستحلب اللي هو توين 20، 10 جرام.
نعم 10 جرام. نضيف له أيضا 10 جرام من الجلسرين. عشرة جرام من الجلسرين. الإي بي إم راح نضيف 5 جرام. هذه الخمرية أضفنا 5 جرام من الإي بي إم. هذه الخمرية رائعة جدا في الترطيب كما أسلفت في بداية الفيديو، رائعة جميلة جدا في الترطيب وخصوصا في هذه الوقت الأوقات الباردة في الترطيب بالتعطير، وكذلك تعطي تغذية للبشرة، واللي حاب إنها تعطي تفتيح، درجة من التفتيح يضيف لها فيتامين سي. أضفنا المكونات، الآن نضيف فيتامين A نسبة بسيطة جدا، نسبة بسيطة 1%، 1% فقط. خلاص الآن نبدأ في مزج المكونات. طبعا عندنا هنا صبغ الزعتر مع الماء المقطر أصبح جل، الآن أصبح جل وجاهز. الآن نتركه جانبا ونقوم بمزج المكونات مع بعضها البعض. نمزج المكونات بشكل جيد. إذا كانت الكمية كبيرة بإمكانكم استخدام المضرب الكهربائي. الآن ممكن أن نضيف اللون، لكن أنا أبغى ألونها بعدة ألوان، لذلك أجل إضافة اللون إلى أن ننتهي من تحضير الخميرة أو المرطب. خلاص الآن أصبحت المكونات وامتزجت تماما مع بعضها البعض. الآن نضيفها إلى صمغ الزعتر. بسم الله الرحمن الرحيم، نضيف بالتدريج ونخفق. نضيف بالتدريج ونستمر بالخفق حتى تمتزج تماما. ستكون بهذا الشكل. هذا هو الشكل النهائي للمرطب أو للخمرية. هذا مرطب للجسم وخمرية للجسم. هذا هو الشكل النهائي. أوريكم القوام، أوريكم القوام. بسم الله الرحمن الرحيم، هذا هو قوام الخمرية. هذا هو قوام الخمرية. قوام الخمرية يعتمد على كمية إضافة الزعفران. اللي حابة إنها تكون أثقل من هذا القوام تزيد الكمية قليلا. انتبهوا من إضافة صمغ الزعتر، فهو سريع، يتحول سريعا إلى الجل. كل ما زدتي الكمية كل ما أصبح كثيف جدا. اللي حابة تكون القوام أخف من هذا تقلل كمية الزعتر أو تزيد كمية الماء. الآن خلاص خفقناها بشكل جيد وتأكدنا أنها امتزجت المكونات تماما مع بعضها البعض، وهذه الخمرية لا تفصل أبدا، ما تفصل أبدا. الآن نبدأ في تلوين الخمرية، وهذا شيء اختياري، شيء اختياري. نقسمها إلى قسمين. بسم الله الرحمن الرحيم، نقسمها إلى قسمين. القسم الأول، لون القسم الأول. هذا شيء اختياري التلوين.
قطرة واحدة من ألوان العطور، قطرة واحدة، ونجرب نشوف اللون، إذا أعجبنا اعتمدناه، وإذا حابين أن يكون اللون أغمق نزيد، لكن حاولوا قدر المستطاع أن الألوان تكون فاتحة تعطي شكل جمالي أكثر. خلاص الآن نضعها في العلب. هذه العلب من ساجم، هذه العلب من متجر ساجم. نضعها في العلب. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله نضيف الخمرية. أضفنا الخمرية، ننقص شوي. هذه هي خمريتنا اليوم، هذا اللون الأول. عندنا هنا لون آخر أنا كنت عاملته قبل كذا، ونضع اللون الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم. كمية بسيطة جدا، ما نكثر الألوان. نمزج حتى يمتزج اللون مع المكونات. الآن نضيفه إلى العبوة. بسم الله الرحمن الرحيم. نضع في العبوة. وأصبحت خمريتنا جاهزة. أصبحت خمريتنا جاهزة. هذه هي خمريتنا لهذا اليوم. خمرية مرطبة جدا للجسم، تعطي تغذية وتعطي تفتيح إذا أضفنا لها فيتامين سي. رائعة جدا، جربوها. اقتصادية جدا، كمية بسيطة من سمغ الزنتان طلع لنا كمية كبيرة من الخمرية. إن شاء الله يا رب يكون الدرس واضح ومفهوم وسهل على الجميع. وأي استفسار ممكن أنكم تكتبوه في صندوق التعليقات أسفل الفيديو، ولا تنسوا الاشتراك طبعا في القناة وتفعيل زر الجرس حتى تصلكم الدروس مباشرة. استودعتكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.